عسلم. الله يسلمك. لباس؟ الحمد لله. قد من روح؟ الله كان خليه باش نعطيك اسمي كامل. اسمي روضة. ليه كيما تحب. اسمي روضة. قلت لي كان خليونا شكون؟ كان خلينا الأمراض هذي والطقس وشوية عبيد هكا مش واعيين يعني بثقافة وبكل شيء. معناها ثقافة متاع توانسة برشا ناقصة. تحسش الناس بالحق فدت وتخنقت من من برشا سلالات في الميكرون. الناس كلها تعبت مش صغار صغار ولا كبار كيف كيف. ايه ان شاء الله ربي يسترنا ويحمينا الناس الكل. موضوعنا اليوم انت مع او ضد قرار الزوجين انهم يجيبوا برشا صغار حتى لو كان امكانياتهم ضعيفة؟ لا انا ما ضد انه الزوج والزوجة ينجبوا اكثر من ثلاثة. على القليلة ثلاثة صافا أكثر أكثر عدد ممكن. أما واحد يكفي يعني راه واحد وبس. واحدة هوكا تنجم دل وتوفر له اللي تحب عليه. توفر له وتعيش وعيش عيشة باهية يعني عيش كريم ومنها هو بدو يتعرف على الحياة ويعيش حياته وحده. أما أكثر بنية وليد صفا حتى واحد يجرب يعني الأناثي وذكورة مش كيف كيف. دونك ماذا بها واحد عنده زوز صفا. النقطة هذه تنجيوا الأناثي وذكورة مش كيف كيف بي. ساعات صغير كي يجيب صغير واحد كي يكبر يقول علاش ما عنديش خو ولا أخت ويحس روحه وحده. صحيح برشا نسير فيهم اللي عندهم صغير واحد ولا بنية واحدة تلقاها تعب الأم تعب البو تعب وبالبنية ولا الولاد بدو تعب. يقول لك انا عايش وحدي انا ما عنديش اختي ولا هو انا ما عنديش خويا ولا ما عنديش اختي تلقاها تتعب وماذا بها عندها شكون. لكن تنجم فما شكون ينجموا يعيشوا بالقدا وفما شكون يتعبوا منهم. اكل مدلين مدلين برشا برشا ساعات يتعبوا اكثر من اللي متفاهمين كل شيء. خاطر انت والتربيه نتاع الام. اذا كان الام عرفت تربي بطبيعه باش ما تتعبش لا هي لا صغيرها لا راجلها. يعني شنو رايك فيهم العباد اللي امكانياتهم ضعيفه برشا ويجيبوا يعاودوا في الصغار؟ معناها غلطه كبيره يعني هم ما يعرفوش يتصرفوا والغلطه نتاعهم هما وهما يجنيوا على الاصغارهم ومنها ينجموا يجنيوا على المجتمع الكل. معناها ينجم يكون ولده ولا بنته متسيبة ولا يتبع لي في الدروغ ولا الإجرام وبرشا حاجات أخرى ولا الفساد وبرشا. معناها ذاك هما اللي جناوا على صغارهم وعلى عائلتهم. معناها اللي عنده شهرية محدودة وإمكانياتهم تعبة كيما المرأة كيما الراجل يتعاونوا. أما زادا ما يعملوش ما يجنيوش على المجتمع الكل وعلى عائلتهم يجيبوا زوايز وبس. والا يقول لك نجيب خمسه ولا اربعه او كان يعيشوا قد قد وكا وكل واحد يجيب رزقه. انت شنو رايك؟ لا انا قلت لك ضد الانجاب. كان جاء في عهد بكري قال فما كل شيء عربي كل شيء فريش كل شيء في عهد مماتي وعهد ما كل شيء موجود والخير موجود. توا كل شيء بالادويه حتى الخضره كلها ماشي بيو 100%. كي طماطم يفرق الطماطم خضراء والفلفل وكل يعني الدنيا غليت حتى قبل نثبت عليها انا الخبزه ب 65 ملي. توا شوفها قديش الخبزه وكان موجود توا الخبزه ب 250 في بيت. اما شوف الفارينه وشوفها كيفاش فزدت وكنا ناكلوا الطابونه الفرشكه والعظام العربي والعسل. يظن لي حتى الفارينه نتاع توا ما عادش كيما الفارينه نتاع قبل. بالطبيعه فزت. عادش كان لاحظتها. فزت. الباكيت ما عادش كيما قبل. باكيت عمال. عما بيضه ولا خرج لك عجينه وكل شيء كعور وعطي اللعور. والله انت والكوشه نتاع الحومه ساعات يعملها لك مسوسه ساعات يعملها لك بزيد ملح. صحيتك انت والكوشه وانت واللي يخدموا فيها والعباد الباهي. فما عباد تعرف تخدم في الكوشه وثم عباد ما تعرفش الله غالب هكيك حتى من المطاعم نتاع تونس. المطاعم نتاع تونس فيهم الباهين وفيهم اللي ما يعرفش يطيبوا. يطيب لك حار 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 اللي هو
يضر، يجيك سايح مثلا يسألك شحار ليه هكا، وديع دغري يمد لك الهريسة والملح. سيدي أنا ممنوع عليا ناكل الملح برشا، معناها يلزم واحد يعرف يطيب نظام غذائي باهي. كل مطاعم ولا حتى المرأة هذه اللي مديتها بسيطة يلزم تعرف كيفاش تطيب، ما يلزمش تجيب برشا صغار. قلت لي طفل وطفلة ما همش كيف كيف في تربيتهم، كيفاش أنت مجربة؟ أنا ما جربش، ما عنديش. أنا قلت لي أنت عندك طفل وطفلة. أخ ما نرى فيهم عائلتنا ديما الأخت حتى صغيرة تبدأ تحب حاجة، خوها ياكل صحيحين كسكسي، هي ما تحب كيف خوها كسكسي، ما تحبش تعطيها حاجة أخرى، تقول لها لا أنت كل هذيك، لا تقول لك بالسيف ناكل كسكسي كيما خويا، وإلا يلقى أخته تاكل العكس، ولا الخو يلقى أخته تاكل في فطورة ويقوم ياكل لها ويصعص غاصينهم يتعاركوا، ولا حتى على لعبة. هذوما كيبداو صغار. هذوما صغار، وكي يكبروا تكثر مشاكلهم. أنت شنو ترى أنه هي التربية الصعيبة؟ تربية الطفلة ولا تربية الراجل؟ الاثنين. كيف توا ولاو كيف كيف؟ كيما الطفلة كيما أعطيني نمشي الحجامة، أعطيني نمشي نصبغ شعري، وهي مع أنا نثبت على روحي، كان بعد الباك بديت نصبغ شوية، وما صبغتش في حياتي كان كي عرست. يعني ومشي معناها هاي. توا ما عادش نفرقهم بين معرسة ولا مش معرسة. هذايا اللي مش باهي، أنا قريت في نهج الباجة اللي تدخل المكيجة واللي تدخل لبستها مش محتشمة أوت. أنا قايمة عامة يذكرها بالخير مدام مزيغ، والله من أحسن تقوش علينا في جزرنا متاع جيش، معناها هذه اللي المكيجة تخرج، واللي لابسة حاجة لابسة غير محتشمة تخرج، هذوكم متحجبات زادة كيف كيف اللي عاملين مشاكل زادة ما عندهمش حق زادة. أنا شفت هكا معناها حتى توا مازالوا فما شوية هكا مثل داخلة الكوليج ولا داخلة الليسي مكيجة ما يقبلوهاش، فما بعض المدارس هكا. فما أنت وفما أساتذة زادة يخرجوهم إذا قبلهم راجل قايم عام مثلا، إذا كان هو راجل ولا معناها مش امرأة، هي الأستاذة تخرجها. حتى اللبسة لازم تكون محترمة. إي ماشي تلبس لي سروال جين مقطع هذايا وزعما لا مود، سي با لوجيك. يعني معناها مش متاعنا. إي مش متاعنا. يعني يلزم الراجل ولا المرأة ولد ما يلزمشيش شعره طويل وما صابغه وكذا. هذايا صبغة شعر عند الأولاد ما فهمتش ظاهرة جديدة. خايبة برشا. شنو رأيك بربي؟ ما نحبهاش. ما نحبش انا ولد يجي في الليسي يقرا شعره طويل ويزيد يصبغه ويزيد يلبس لي سروال مقطع ويقول لك ونزيد يتكيف، ولا يبداو اصحابه وصاحباته وزميلاته في المكتب في القسم ما يحبوش الريحه الخايبه وروايح دخان وتسايب. فلذا زاد المراه امه هي اللي توعيه يلزمها تكبسه وتعرف توضح له كل شيء، توضح لبنتها زاد إذا ما تعرف بنتها شنو تمشي وشنو تلبس، مش هكاك تسيبها. معناها ربي يسترهم الكل. إن شاء الله يحميهم يا رب. وربي مع تونس وإن شاء الله ديما لاباس. عايشك.